تم الإعلان في جنيف اليوم عن تكريم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر كقائد عالمي في المجال الصحي من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك خلال اجتماعات جمعية الصحة العالمية 72 المنعقدة في قصر الأمم المتحدة بجنيف بحضور الدكتور تيدروس أدنهوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة ورؤساء دول وحكومات ووزراء الصحة من الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 194 دولة. وقد جاء هذا التكريم تقديرا لدور سموه الرائد في النهوض بقطاع الصحة العامة في مملكة البحرين، وتكريما لإسهامات سموه ومبادراته وما حققه من نجاحات وإنجازات في مجال الصحة. ويعد سموه أول قائد عالمي يتم تكريمه من قبل منظمة الصحة العالمية في سابقة هي الأولى من نوعها، وحدثا فريدا في تاريخ المنظمة منذ إنشائها بمنحها هذا التكريم لأول مرة ولأول شخصية على مستوى العالم، بما يؤكد ما يحظى به سموه من تقدير دولي كبير على إنجازاته في مجال التنمية المستدامة بصفة عامة والقطاع الصحي بصفة خاصة. وتسلمت السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة الدرع نيابة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من الدكتور تيدروس أدنهوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في كلمة له بهذه المناسبة عن خالص الشكر والتقدير إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على هذا التقدير والتكريم، والذي يأتي من منظمة عريقة تحمل رسالة إنسانية نبيلة، كما أنه يرتبط بما حققته مملكة البحرين من إنجازات كبيرة في قطاع الصحة الذي يشكل حجر أساس لخطط التنمية المستدامة التي تتبناها المملكة. وأكد سموه في كلمته التي ألقتها وزيرة الصحة نيابة عن سموه أن القطاع الصحي كان له النصيب الأكبر من اهتمام الحكومة، حيث عملت على توفير بنية صحية عصرية ومتطورة والارتقاء كما وكيفا بالمنشآت الصحية والعلاجية وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية دون ما إخفال لتطوير الكوادر البشرية وتأهيلها وفق استراتيجيات وخطط وطنية ممتدة ومتجددة عبر السنوات. وقال سموه إن هذا التكريم يمثل حافزا لنا في مملكة البحرين على مواصلة بذل الجهود في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية والعلاجية وجعلها أكثر مواكبة للاحتياجات المتزايدة في ظل الزيادة السكانية والعمرانية. وأكد سموه اعتزاز البحرين بتعاونها المستمر القائم مع منظمة الصحة العالمية في كل ما من شأنه دعم خطط وبرامج المنظمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا سموه إلى اهتمام البحرين بتعزيز هذا التعاون وبصفة خاصة من خلال جائزة خليفة بن سلمان للتنمية المستدامة لتدعم بذلك أهم أهداف منظمة الصحة العالمية في مختلف المجالات. وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إننا ننتهز هذه الفرصة للإشادة باجتماعات منظمة الصحة العالمية لهذا العام والتي تحمل شعار التغطية الصحية الشاملة عدم ترك أي أحد خلف الركب، ما يؤكد دور المنظمة في تحقيق أهداف السامية في خدمة البشرية، مقدرين بكل اعتزاز دور المنظمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والرعاية الأولية ومكافحة الأمراض السارية وغير السارية. من جانبها قالت السيدة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة إن تكريم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من قبل منظمة الصحة العالمية هو اعتراف دولي مهم وشهادة عالمية بما حققته مملكة البحرين بفضل نهج ودعم سموه من إنجازات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجال الصحي، وحرص سموه على ضمان تطبيق أفضل المعايير الصحية وتقديم مستويات عالية ومستدامة من الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين. وأكدت أن تكريم سموه يعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ منظمة الصحة العالمية، وأنه لفخر عظيم لاختيار سموه خلال هذا الحدث الرفيع المستوى بمقر المنظمة في قصر الأمم المتحدة بجنيف بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء الصحة من الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 194 دولة تمثل الهيئة الأعلى بالمنظمة لاتخاذ القرارات. وعبرت عن فخرها البالغ لإنابة سموه لها لإلقاء الخطاب نيابة عن سموه خلال الإعلان عن التكريم، مشيرة
بأن هذا الإنجاز الدولي الجديد يعكس التأثير والصدى العالمي الواسع لإسهامات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المقر، معبرة عن فخرها وفخر القطاع الصحي بمملكة البحرين بسموه كقائد عالمي له إسهامات عظيمة في مجال الصحة، وما يمتلك سموه من رؤى وأفكار وما يحمله من سياسات ومبادرات وما حققه من نجاحات وإنجازات لتكون نموذجا لدول العالم أجمع. وأشارت وزيرة الصحة إلى أن هذا التقدير الدولي الرفيع يعكس اعترافا من قبل منظمة الصحة العالمية بدور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في تفعيل جهود المنظمة الرامية لتحقيق أهداف وإنجازات الرسالة التي تسعى إليها والوظائف التي تؤديها، مبينة بأن سموه أخذ على عاتقه تطوير مملكة البحرين وحمل رسالة تطوير الحكومة باهتمام ومتابعة خصوصا في المجال الصحي ومتابعة تطوير المنظومة الصحية ووضع استراتيجيات لإصلاح وتطوير النظام الصحي بالتوافق مع أهداف منظمة الصحة العالمية.